لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أصبحت لحمة على عظم، لن تصدق كيف غير الزمن ملامح الفنانة عايدة عبابسة شقيقة فلة في أحدى الزهور لها، ستصدمك حقا. نشرت الفنانة عايدة عبابسة فيديو عبر حسابها على الفيسبوك تتضامن فيه مع ضحايا وعائلات حرائق الغابات والتي عرفتها ولاية الشرق هذه الأيام، والتي راحيتها 37 شخص فيما أصيب 183 آخرين، وظهر عليها علامات الكبر. وعلق الكثير من متابعيها وقالوا والله الدنيا غدارة فعلا، دي الفنانة عايدة عبابسة شقيقة فلة، ياه والله مش مصدق. وقالت الفنانة عايدة عبابسة عبر الفيديو أنها في حداد لمدة 3 أيام حزنا على ضحايا حرائق الغابات، كما طالبت بإعلان الحداد حزنا على وفاة 37 شخصا. عايدة عبابسة والتي تأثرت كثيرا على الحرائق التي اجتاحت البلاد وتسببت في خسائر كبيرة، وجهت رسالة إلى جميع الفنانين الجزائريين ولم تستثني أحد للوقوف إلى جانب الشعب في محنته والتضامن معه ومد يد العون له. وطالبت عايدة عبابسة من الفنانين إلغاء الحفلات وكذلك التظاهرات الفنية إلى غاية مرور هذا الظرف. وناشدت الفنانة جميع الفاعلين والناشطين في المجال الفني والثقافي بإطلاق حملة وأيضا قافلة تضامنية لمساعدة المتضررين من الحرائق وكذلك مواساة عائلات الضحايا. وقالت عايدة عبابسة في ذات الفيديو مخاطبة الفنانين: هذا هو الجمهور الذي يساندنا ويدعمنا ويبكي معنا، على وجه ربي نحط اليد في اليد مع بعضنا وندير حاجة لبلادنا. واختتمت عايدة عبابسة كلامها بالشكر الخالص لرجال المطافي على العمل الجبار الذي يقومون به، وأيضا بالدعاء للجزائر بأن يحميها الله، قائلة: يا رب احم بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم. تفكك العائلي موجود في الجزائر. احنا كنا كي ندخلوا للمدرسة تحية العلم ما عدناش نشوفوها، تحية العلم الجزائر تقعد طول عمرك تموت عليه، ومن بعد عندك حصة دينية يفهموك وشنو انا مون فيسي لا تخون. ده وش تعلم في المدارس؟ احنا لا تعلموا يسبوا الأب يسبوا الأم على الميراث. أخويا شايف وش وصل في العائلة تاع الميراث؟ مني من كل شعب الجزائري راني حزينة، حزينة جدا على وش صرنا في شرق الجزائر، على الضحايا اللي راحوا، على هذا الحدث الجلل اللي صرى للجزائر. طبعا قلبنا راهو محروق عليهم، الله يرحمهم ويحسن إليهم. أنا جو سوي تخي بيني بس كان عندي وحدة متابعتني من الطرف على طول تكلمني، واليوم الصباح كي كلمت بنتها قالت لي للأسف هي وليدها بنتها وولاد بنتها كانوا في الطوموبيل والتهمتهم النيران وماتوا. ما نقدرش نقول لكم شحال زعفت أنا من البارح، ما رقتش لي كامل، بس هذا شعبنا وهذا جمهورنا وهاد الناس هادو ما فرحوا في فرحنا وبكوا في حزننا. الجمهور الجزائري هو اللي ساندنا كفنانين، وإحنا كمجتمع مدني اليوم راني نقول أي خدمة نقدر نقدمها أي شيء نقدر نعمله راني تحت أمركم. راني حزينة حزن لا يعلى عليه. البارح طول الليل وانا نتبع في اللايف، تبعت اللايف تاع هذيك تاع سقهراس اللي كانت توري، ومن بعد قربت منها النيران وانقطعت اخبارها. اللي عنده اخبار عنها يقول لنا. شفت هذاك الطفل اللي في لافورين تاع قالما قاعد في الحي في الحي في المساند الحيط اللي مغتال سنين، الله يرحمهم ويحسن اليهم وربي يصبرنا ان شاء الله.
أنا لا أنعي السلطات ولا بالعكس، السلطات هي قايمة بواجبها، ولكن إحنا كمجتمع مدني وكبني أدمين وكناس لازم نقف ونوجه رسالة للفنانين اللي يحبوني واللي يكرهوني. بس كناني شوية منقطعة عن الدنيا، منقطعة خالص، يعني ماني نخرج ماني ندخل ماني بوراني في حداد اليوم تلت أيام على أولاد بلادي. حبيت نوجه رسالة للفنانين، قل لهم شوفوا الوجه ربي، هذا هو الجمهور اللي يعاوننا ويساندنا ويبكي معانا، وعلى جالهم اللي عندكم ليكا، وعلى جالهم اللي عندكم اللي راهم يساندونا ويسمعونا. على وجه ربي نحطوا يدنا في يد بعض ونعملوا حاجه لبلادنا. انا ما راحش نتاخر، هضرت اليوم مع الاعلامي رؤوف بوهالي، قلت له رؤوف ايا نعملوا حاجه، نروحوا لهم ولكن ناخذوا قافلات، نروح اي شيء، لانه سي سور يعني السلطات راهي تدير حاجه، ولكن احنا كشعب نساندوا شعبنا، هذا شعب الجزائر، هذا الشعب الابي، هذا الشعب الفحل، عمرهم ما تخلاو عنا، دائما يسون توجور افيك نو. بون احنا ما ناخذوش بعين الاعتبار اللي فو كونت اللي يسبونا، ولكن عندنا جمهور يحبنا، عندنا ناس يحبونا، واليوم راهم ميتين. يعني عندك الطارف، عندك سوقه راس، عندك سكيكدا، عندك اليوم تاني سمعت بلي وهرن حرقوها، الله اعلم ما غابت حرقت، الله اعلم. فالحدث جلل، الحدث جلل وكبير. فيعني الحرب ما يشتقتل 60 واحد في يوم واحد، في يوم يموتوا لنا 60 واحد، يعني بزاف علينا. ربي يحمي الجزائر، ربي يحمي بلادنا الغاليه، باسكو حنا جزائريين نحبوا بلادنا. اتمنى نوجه رساله لهاد الناس اللي يديروا في الستوري ويشطحوا، ولا عندكم عرس الغوا كل حاجه 3 ايام، احتراما لهاد الناس اللي ماتوا يا جماعه، احتراما لهاد الناس اللي ماتوا، برك وما تفرحوا، برك وما تديروا. شكرا لكل الناس اللي تبعوني وداروا حداد 3 ايام وماشي خساره في ولاد بلادنا. درك ولا كاين طريقه نقدروا نعاونوا بها، انا شفت لا فيديو نتاع محابيلا سوغ انستغرام، وجه رساله جميله جدا، انا نضم صوتي لصوته ونقول اي نعملوا حاجه لبلادنا، باسكو مانيش عارفه تصابت بلادنا بعين ولا وش وصارينا، ولكن هاد الناس اللي ماتوا بهذه الطريقه صعبه شويه. انه البيوت كلها، كل بيت في شرق الجزائر راهو يدفن في ولاده، احنا مشاطرينكم هاد المأساة، ورانا نقسموا. يعني انا شخصيا يمكن ناس كثيرة معايا، كاين ناس ما يحبوش يديروا لي فيديو، وانا اصلا ما نحبش ندير لي فيديو، بصح اليوم راني موجوعة جدا على بلادي. الله يحمي الجزائر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أنا متأكدة أن السلطات راهي تقوم بالواجب. تحية تقدير واحترام لرجال المطافئ اللي مساكن تعبوا جدا، احنا تاني مستعدين نروحوا، بعثوا لنا قافلات نروحوا، يعني يد واحدة ما تصفقش يا جماعة، يدنا في يد بعض وروحوا نعملوا حاجة باش نعاونوا هاد الناس. الله يرحمهم ويحسن إليهم، الله يصبرهم، والله يطفي هاد النار إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي أعملوا صلاة استسقاء، بالك تصب الشتاء وتطفينا هاد النيره ان شاء الله. وش نقول لكم، راني قلبا وقالبا معكم، موجوعه جدا. تحيا الجزائر ويحيا شعبها الابي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.